شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس باراك اوباما، السادة الرؤساء، الأمين العام الدكتور محمد البرادعي. في البداية أعبر لكم باسم الوفد الليبي عن تقديرنا لمبادرتكم بعقد هذه القمة وإعداد القرار الذي تم التصويت عليه منذ قليل. سيد الرئيس، لقد قامت بلادي بمبادرة تاريخية عندما قررت نوعية التوقف عن إنتاج قنبلة ذرية كانت على وشك صناعتها، وقدمت بذلك خدمة كبيرة للأمن والسلام في العالم. إن هذا القرار كان بدافع الإيمان العميق بأسبقية سلام البشرية على كل دوافع أخرى. سيد الرئيس، إن ليبيا قامت لما قامت به تستحق كل التقدير والوفاء من العالم، ويجب أن تتم مساعدتها من أجل استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، بل تستحق أكثر من ذلك لهذا الدافع الكبير على الحرص على السلام والأمن في العالم. تستحق أن تكون موجودة بشكل دائم في هذا المكان لما قدمته بخدمة كبيرة للسلم والأمن في العالم بشكل عملي في مجلس الأمن الآن. سيد الرئيس، من حق جميع الدول أن تطور قدراتها في استغلال الطاقة الذرية وأن تقوم بتثرية الوقود الذري، ولكن للأغراض السلمية فقط، ويجب أن تشجع تلك الدول التي تستعمل الذرة في الأغراض السلمية، ولكن لا بد أن تعلم الدول التي تحاول أن تمتلك أسلحة ذرية إن العالم لا يمكن أن يقبل منها ذلك. سيد الرئيس، كما ذكر الأخ القائد معمر القذافي بالأمس أمام الجمعية العامة، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تقوم بالتفتيش على جميع الدول بما فيها الدول التي تمتلك السلاح الذري، وأن لا يقتصر دورها على الدول غير النووية، حتى تكون هذه الوكالة فعلا وكالة دولية. إما إذا اقتصر دورها على الدول غير النووية فإنها أيادي الوكالة تفقد صفة الدولية. يجب أن تراقب هذه الدول الوكالة كل الدول بدون استثناء. نحن نريد أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة الذرية تماما، كل منطقة الشرق الأوسط، ولكن لا بد أن يتم التفتيش سيد الرئيس على مفاعل ديمون الإسرائيلي، وألا تكون إسرائيل فوق القانون. لا بد أن يفتش وكالة الطاقة الذرية على مفاعل ديمون الإسرائيلي، وألا فإن جميع دول الشرق الأوسط ستقول إن لي الحق في أن أصنع هذا السلاح، لماذا تستثنى إسرائيل؟ سيد الرئيس، إن الطاقة الذرية هي نوع من أنواع الطاقة مثلها مثل النفط والغاز، ويجب أن نساعد الدول المحتاجة للطاقة على الاستفادة منها كما ذكر فخامة الرئيس موسيفني، ولكن يجب أن يكون ذلك للأغراض السلمية فقط. وكما قلت، لا يمكن أن نقبل بأي إنتاج لأسلحة ذرية لأن هذا أكبر خطر يهدد البشرية. تؤيد ليبيا الأفكار الواردة في الورقة المقدمة من حركة عدم الانحياز لهذه القمة. في الختام سيد الرئيس، أشكركم على مبادرتكم وأعبر